طيب في برضو مسج من دنيا بتقول انا 29/7/2003 عايزة أسأل عن الحالة العاطفية وبرجي يمشي مع 15/3 والحالة العاطفية بينهم عاملة إيه بس بتفاصيل لو سمحتي، وهيكون في حاجة رسمي ولا لا، وبحبكم جدا. بصي هي برج الأسد أوكي وهو برج الحوت تمام أوكي. الأسد عاطفيا عندها بعد شهر 9 حد جديد ما تعرفوش، ده الارتباط الرسمي اللي هيحصل أوكي. بالنسبة لها هي مع الحوت ما نصحهاش، يعني الأسد والحوت ما نصحهمش، سواء أسد وحوت، بنت أسد وراجل حوت أو العكس، ما نصحهمش، لأن هما في البداية بتبقى حلوة جدا وبعد كده الدنيا ما بتظبطش معاهم، فما نصحهمش مع بعض.